اسمي روان ميلاد قداح، مواليد 97. أبي اسمه ميلاد موسى قداح. عائلتنا مؤلفة من 7، أبي وأمي ونحن أخواتي 5. أبي كان يشتغل قبل الأحداث مزارع، يعني كان عنده أراضي يزرعن وكذا. مع بداية وطبعا قبل الأحداث أنا وأبي كان دائما أفكارنا متناقضة مع بعضها، يعني أي شغلة كنت أعملها كان هو يضربني عليها، وبعد أي نقاش بيني وبين أبي كنت أعرف إنه في قتل بالنسبة لإلي. مع بداية الأحداث طلعت المظاهرات، بعد هيك المظاهرات المسلحة. مع بداية المظاهرات المسلحة أبي صار يفوت لعنا مسلحين على البيت، كان أحيانا يفوت عنا 3 أو 4، وكان معهم سلاحهم طبعا بارود روسي وغير هيك. أنا كان يفوتوا معهم سلاح تاني بس أنا ما كنت أعرف شو هو نوعه. أنا استغربت من هذا الشيء. 15 يوم يعني أبي لا أمي لا أخواتي يفوتوا لعندي بغرفة معزولة تماما عن الوضع الخارجي برا، لا تلفزيون ولا تليفون، يعني غير اطلع الحمام وفوت بس. يعني كان وقتها بهاي الفترة استغربت من تصرف أبي إنه مدللني يعني بالأكل بالشرب يجيب لي شو بدي، بس يعني مانعني عن التواصل الاجتماعي البراني بالمرة، حتى المدرسة مانعني إنه أروح عليها. بعد فترة 15 يوم إجا أبي لعندي فعم بيقول لي إنه كرمال روح على الحمام كرمال اتحمم. فأنا استغربت منه وفرحت بنفس الوقت إنه بدي فوتني على الحمام بعد 15 يوم. فورا أخذت ثيابي ورحت على الحمام. وأنا عم اتحمم هونيك إجا لعندي واحد تقريبا عمره فوق 50 سنة، فهو ما كان لابس غير ثيابه الداخلية. بحاول إنه يعتدي علي بالحمام بس هو ما حسن، يعني الحمام ضيق وأنا كنت صرخ وعيط فما حسن إنه يعمل شيء بالحمام، فشدني من شعري وأخذني على الغرفة. فأنا عم صرخ وعيط بالغرفة كان أبي سمعاني يعني، بس هو ما إجا لا ساعدني ولا حتى إنه طالع الزلمة من عندي. فهذا الزلمة اعتدى علي، كنت أنا على الزراء بهذاك الوقت، فهو اللي فك لي بكارتي. بعد هيك فورا ما في ثانيتين ولا انه فايت زلمه تاني لعندي، يعني لسه ما لحق هداك يطلع قام فات لعندي واحد تاني. قمت انا كمان نفس الوقت صرت صرخ وعيط وكذا، بس اثناء اني عم اصرخ وبعده عني قمت غبت عن الوعي وما عاد وعيت على شيء لفتره تقريبا صحيت بعد ربع او ثلث ساعه. بعد هيك بعد ما صحيت انه صرت ناديت لابوي، قام اجى ابي لعندي على الغرفة فانا عم اقول له انه ليش هيك عملت واجوا لعندي وكذا وليش ما فتت لعندي وانقذتني منهم وكذا وهيك. فهو عم بيقول لي انه معلش هذا كلياته جهاد، وكل ما انت عملتي هي الشغلات كل ما خليتي واحد من المجاهدين ينام معك كل ما زادت حسناتك وقلت سيئاتك، وحتى لو متي رح تموتي شهيدة فورا رح تفوتي على الجنة. ويعني صار انه يحكي لي انه هاد كلياته جهاد. بعد ما اعتدوا علي هدول الاثنين انا صابني نزيف وضل معي النزيف فتت 20 يوم. فطلبت من ابي انه يجيب لي ادوية او ياخذني على الدكتور، فهو كان يرفض، ما كان لا ياخذني ولا يجيب لي ادوية. طبعا فترة 20 يوم هدول يعني ابي ما كان يفوت لعندي حدا لانه كان يعرف انه صابني نزيف. بعد ما انه خلصت نزيف وكذا صار يرجع يفوتن لعندي مرة تانية، ضلوا تقريبا يفوتن لعندي فترة أسبوع. وكمان نفس الشيء إنه كل ما يفوت لعندي حدا مثلا حاول أمنعه أو شيء، فأحيانا أنا غيب عن الوعي. فمرة فات لعندي واحد أنا كنت بعرف شكله لأنه كان دائما إنه بسره على المدرسة كان دائما يوقف بآخر الحارة يصير يلطش البنات وكذا. فات لعندي هذا الشخص، فانا عم اقول له انه حاولتني استعطفه انه انا بنت بلدك وكرمال الله لا تعمل معي هيك وكذا. فهو عم بيقول لي يعني اذا انت غايبه عن الوعي ابوك ما وفرك، انا هلا ضلت علي ما وفرك. فانا كرمال هيك بتوقع انه ابي نايم معي، بس انا ما كنت وعياني يعني على فتره انه نام معي، بس هو هذا الشخص انه قال لي انه ابوك ما وفرك. فكرمال هيك انا استنتجت انه يمكن ابوي يكون نايم معي. حاولت اهرب يعني وقت ابي طالعني على الحمام كنت حاول اني اهرب، بس يعني اذا بدي اطلع من البيت بدي نحن بيتنا ما في له غير باب، يعني باب وحيد انه للشارع. فاذا بدي اطلع من هذا الباب بدي اكيد المسلحين وهن عندنا اكيد رح يشوفوني، لانه باب البيت مطل على الشباك اللي تبع الغرفة اللي قاعدين فيها المسلحين، فكان من المستحيل اني اطلع من البيت. بعد ما كان يطلع من عندي كان يحكي لهم قبضني، فاكيد معناته انه كان ياخذ مصاري. بعد ما دخل الجيش عنا على البلد على نوا، ابي والمسلحين اللي كانوا معه كلياتهم طلعوا من البلد، يعني طلعوا من نوا
وتوجهوا على ضيعة اسمها تسيل، هي حد نوا، ورجعت أمي وأخواتي على البيت. بهاي الفترة إنه أنا عم أسأل أمي إنه ليش تركتيني وليش رحتي وأنا هيك هيك صار معي، عم أحكي لها إنه شو صار معي، بس هي يعني إنه كانت تحكي لي إنه كل شي صار معك معلش، و ما كان يعني إذا بدك تحكي لحدا بدي أضربك بدي موتك، يعني ما كان عندها أي معنى، يعني ما حاولت تهديني، ما حاولت تعمل أي شيء إنه تقول غصب أو شيء، لا بس إنه كانت تقول إذا بتحكي لحدا أو بتجيبي هاي السيرة لحدا أنا راح أضربك راح موتك. فبعد هيك كان أبي دائما كمان يتصل في أمي وإنه يطلبها على كرمال تروح لعنده على الضيعة اللي هو فيها. فكانت هي الصبح تطلع من البيت قبل ما تطلع تغير أواعي الداخلية والخارجية وتطلع ترجع المساء، بعد ما ترجع كانت دائما تتحمم. فأنا استنتجت إن هاي الشغلات كلياتها إنه هي أكيد كانت تروح لعنده وكمان كانت تعمل يلي بيسموهن جهاد النكاح. بعد فترة اتصل أبي في أمي وعم بيقول لها إنه جيبي لي روان وتعالي. فأنا استخلصت إنه أكيد هو بده يعني يروح لعنده على هي الضيعة كرمال إنه يعمل معي مثل ما كان يعمل معي أول شي، فكرة جهاد النكاح. كرمال هيك أنا أول شي قلت لأمي طيب أوكي، لبسنا وجهزنا حالنا وطلعنا بالسرفيس يعني رايحين على عتلة التسيل. هنيك مرينا بحاجز كان بآخر نوى، فصرت أنا صرخ وعيط على هذا الحاجز. نزلوني هنن الجيش، نزلوني سألوني إنه شو صاير معك شو كذا، فأنا قلت لهم إنه شو صاير معي طالبة حمايتكم، فهنن حطوني مركز الرعاية ووصلوني لهاي المرحلة اللي أنا فيها هلأ.